انا لي كريب ديالنا خرجوا ليا 20 كريب من داك الخليط اللي صايبت. خليت لكم المقادير في الاول بالفرنسيه، وخليت لكم المقادير بالعربيه في اخر لي فيديو. هكا كنقدر نحتفظ بهم في واحد البواطه خصيصا ليهم همايا، باش كيبقاو ديما رطيبين وزوينين، وفي كي تقدري تكونسوميهم يا اما اليوم بالضبط ولا حتى غدا، ما عندناش مشكل. انا كنفضل نخدم لي كريب ديالي بلوناباج كراميل. لوناباج كراميل غتقدروا تلقاوه في لي غون سيرفاس باغاي، ولا تقدروا تلقاوه عند اي واحد كيبيع هادشي ديال توسكي اون باتيسري. لوناباج كراميل سي مون بريفيري مع شويه د سكر غلاس، ولكن كاينين الناس كيفضلوا يخدموه دائما بالنيتولا ولا بالشوكولات. كل واحد وذوقه. انا شخصيا كنفضل لوناباج كراميل افيك ان بو د سكر غلاس، ورجلي كيفضل النيتولا. هذا ما كان البنات، كنتمنى تعجبكم الوصفه، وكنتمنى ان شاء الله تديروها في ديوركم وتردوا عليا الاخبار وتقولوا لي كي جاتكم. خليت لكم الراحه وتهلاو في يوسكم، يعني نقدر نقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله. ايزيتي با لعجبكم المحتوى ديال لاشين انكم تابوناو باش تشجعوني على انني نقدر نكمل. هكا ان شاء الله، خليت لكم الراحه. السلام عليكم.